يلا واحد ثاني طماطم يلا يلا يبدا يخرج جيب الطفايات الحريق شت السلام عليكم معكم محمد من قناه بندريتا اكس وجينا نحن في مقطع جديد عن انمي وجو شباب الله ينعم عليكم اللي قلنا عنه ما حد قال اللي في ناس يقولون انا راغب هذا الفيديو زي ما انتم شايفين شباب راح نلعب لعبه اسمها اوفر كوكت. طبعا اللعبه هذه نزلت على الاجهزه كلها اتوقع بس انه هذه الفتره شفتها في السويتش فقلت اشتريها ونلعب الاثنين لانه تقدر تفصل اليد ونلعب كل واحد يمسك يعني كذا جزء من اليد. فشباب الان راح ندخل اللعبه بس تنبيه بسيط اللي شاف الفيديو اللقب محمد ان شاء الله راح ينزل فيديوهات خاصه به انا دحين شويه افضل راح انزل مع محمد هذا الفيديو لكن غالبا الفيديوهات الجايه هو اللي راح ينزلها كتاب مكتوب اختار شخصية ايه مانيك انا يلا دحين هو يقول لك ان ايش اسمه العالم يعني ما ادري ايش اللي صار له والبصلة هذا لازم يعني ما ادري ايش اسباكيتي ايه اندومي ايش ده اندومي بس ما ادري ايش في كذا راس كرة لحم اها اوكي طيب دحين طيب اعطيك طماطم هاخذ واحد طماطم وخذ واحد خسر كيف اخذها يلا قطع سريع ايوه طيب ايه محمد قول له واحد طماطم تعال حط الطماطم هنا طيب يلا عجل ترى ورانا وائل دوم هنا عين جلدنا طيب يا ابو اي لا وزود واحد خس لانه هنا الطلب فوق يا الله لا مو هذا الشيء يا اخي سريع انا بس احط طماطم وحطها في الصحن ها يا اخي حبه صنع ايوه خلاص اعطيك يلا انت سوى على بن هو يقول لك ايش سوى واحد طماطم وواحد خس ترى لو بعدين فتحت مطعم مستقبل ايش حتقول له ما اعرف اركز يلا جيب صحن حطها في الصحن عسى انا اجيب صحن يا معليش صديق حطها يلا حط واو ريلي خلاص حطها في اي مكان محمد لا تجرب اوكي روح سوى على حسب الطلب خس جيب واحد خس الحالي يلا حطها هنا وواحد ثاني خس مع الطماطم هذه المكونات جاهزه عندك شيل قلبك واجيب مع طماطم واحد طماطم سريع يلا ايوه يلا يلا طماطم قليل دس ريلي نيجا لازم تعطيهم تعليق يضحكهم وسام جنازه ايوه تمام يلا خلنا نحكم هذا اعطانا ريالا زياده يلا يلا حط لك صحن لا الصحن طح لا اله الا الله حطه هنا ها يلا صح ايش تبغى خس واحد طماطم خس يلا 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 واحد جيب صحن يلا سوي مره ثانيه اوكي طيب هذا خس اوكي يلا ما ايش في الانتقال حرام عليك تركز والله يبغى لها تركيز يا اخي انت شوف لازم تتعلم يعني انت تعلم ما في صحن الارض نسيت انه في صحن لازم اجيب اصلا قاعد ندور على لا اوكي يلا شباب نعرق لا هي انا لا طيب هذا دحين خلاص دلما نحرقه انت لك انت سوق لا انا وانت كلنا نخرب على بعض اوكي والله شوف في لحم وطماطم ها بصر. اوه واو. لازم تسوي الشوربه شوربه اوكي اوكي يلا ايش دحين نسوي شيل هذا يلا بعدين نروح قطع هنا واو شيل ساعدني حطها هنا وانا حمسكها قطعها يلا بسرعه قطع يلا يبغى نجيب واحد ثاني اوكي واحد بصل حطه هنا ها يلا بسرعه يلا حطيه طيب ايش اسوي رجع حطها لازم تشيل ايوه ليش جيتها من هنا ما المفروض من قدام خلاص انت قطع ايوه كذا تمام يلا لازم من ثلاث عشان يجهز فاهم اوه انا حعبي لك هنا طيب انا بعدين لا تعبي الفول انا كذا اوه صح ايوه دحين جهز لازم تجيب هنا بعدين ايش خلاص ايه الشوربه جاهزه اروح ادي واحد الشوربه هنا طيب آه. يلا روح اعطي هذا زبون يلا سريع فين زبون زبون تعال شيل يلا توكل اوكي غص المواعين عندك المواعين اوه كل الشغل علي انا مسكين يلا انا حاحاول اساعدك احط لك هذا كثير هنا ان شاء الله هذا 100 ان شاء الله نعطي الزبون للشخص انا واغسل على طول ها خذ الشوربه انت وحطها انا حغسل يلا بسرعه يلا اوكي
اوكي. ما في صحن، ما في صحن. كيف؟ الا خذ الكيكه. ما تقدر تعطيك هذا. كيف؟ صحن عريان. طيب ايش بسوي؟ اوكي طيب. حمضينا ان شاء الله. ايوه. لا كله 100 حطها حطها في ذا في ذا حطها يلا. خذ. ايوه وروح اعطي زبون. زبون 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 نفسك. أيوة. انت ثقيل يلا. يلا. طيب قطع يا محمد اخ شوف لا تشتغل تمام ولا راح اطردك. ايه احمد ربك انا شغال عندكم. والله بعدين ترفع لي راتب زياده. ما في هذا راتب الصق والكلمه. دحين مين قاعد يسوي شوربه؟ طيب دحين ما في واحد يسوي شوربه، ايش المشكله دحين؟ ايش انت دحين؟ والله طلبت كثير زبون كثير. زبون كثير والله. يلا يلا جيب بصل مدري ايش هنا كثر. كثر كثر. يلا يلا. ليش ما ياخذها؟ ايوه انا شغسلها. قلت غسلت انا. طب ما دحين حط الطلب. ها طيب يلا يلا سرعه سرعه سرعه. يلا انا قطع كثير هذا. طيب يا اخي تركيز تركيز تايم. يلا انا غسل. يلا غسل غسل. اول ما تخلص على طول جيب واحد بصل مدري ايش هذا. طيب الله الله الله. الزبون في عصر. لا محمد لازم تستعجل. خذ المجز. يلا انت عندينا. ايوه ام في الارض. خذ. الله في اخر لحظه والله اصلي. يلا حط الصحن في الارض. ها انتهى الوقت بس اتوقع جبنا ثلاث نجوم. خلينا نشوف. الله اصلي فريق العمل. طيب دحين مرحله جديده. يلا يلا يا شباب تعليم. لا 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 يلا اوكي دحين نفس الشوربه مع الطماطم اتوقع. خلينا لا لا دحين ايه شربة رمضان. اوه لا دحين. طيب ايش ذا؟ جيب جيب انت وصل. اوه لازم كذا طريق و واو. طيب ايش جالس اقطع انا؟ اوه لازم شوربه طماطم. يلا جيب انا قاعد اجيب. انتبه من الناس انا تصدم. والله اصدم من قلع. لا لا اوكي امسك امسك. دفاني طريق. يلا جيب طب دحين ذي المره جيب الثانيه لا تجيب طماطم. يا يا عشان اطلع بس. لا 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 انا قاعد اوصل بصل ترا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 ر
صديق امسك هذا. فين صديق اعطيه؟ اوه هنا عندك. يا اخو اخر يا اخي انا اقدر اخذ حبه كثير بس نعمل ايه وننظف وهذا صحن ننظف ها. واو صح يا اخي ايه هذا شو اللي معك؟ ايوه والله اصلي عندك والله شغال يمين طقيتني عين ها برقد لازم صحنة يا محمد ها لازم ثلاثة بصل اوه محمد اوه شيت حركته وحطيته في صحن ثاني واو ايه محمد انا اختار هل تحطها هنا تغسلها ليش؟ هناك هناك عندك اوه غسل عندي يا الله يا جماعة بعده يا اخي امسك هذا صحن ها امسك حطه هنا واعطه زبون قبل طيب. حيعصب سريع 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 ليش عطر مصريتين لا ما ينفع ماي جاد لا حيحرق حيحرق اسحب على ام جيب طماطم جيب طماطم يلا سريع بس لا خلي امه يحرق يلا جيب طماطم سريع سريع طماطم يلا واحد ثاني طماطم يلا يلا يبغى يجيب الطفايه الحري شت شت ما السمين يلا انا جايب جيب طماطم ثاني طماطم ثاني طماطم طماطم وين طماطم سريع صحن 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 فيها بس جيب اللوسخ هذا نظفه والله طيب طيب صح اللوسخ نظف يلا يلا سريع سريع والله خسرت ادعس نو 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 يا ايوه اصدمني لا اوه الصحن طاح ليش ما يحطه في الصحن اوكي يلا دبي حط على السيني اوكي طيب بصل 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 يلا جيب يلا 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 هذا طيب ما لازم ننظفه يلا شك... يلا طول. يلا بسرعه قبل ما تنظفه انا شاقطك ما ينظف خلاص روح عليه فيها لا لا خلاص اتوقع حتى ما جبنا تفله يلا نجمع يلا نجمع خرب ورقة والله مرة خرب
اوكي بس شباب انا وصلنا لهذا الفيديو اتمنى انكم صدق زي ما انتم بالله يا شباب انتم قولوا لنا الصدق يعني من جدة ترى مو عشاني ولا عشان محمد قولوا لنا من الشيف الافضل تمام اكتبوا لنا في الكومنت شوف انا ابدا عنك اقطع وانظف واطفي انت تسرع انت تصدمني لازم لازم عشان الزبل ما يعصب هذا حرق لنا شربة حرق هذا كل شباب وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله عجبكم المقطع اذا عجبكم المقطع لا تنسوا المقطع تعطونا لايك هاي المقطع هذا يوصل ل 5000 لايك شباب ترى راح يزعجكم باللايك تخص مني يلا انا ازعجكم مني ازعاج مع السلامه محمد لا تجرب